والسلام على النبي الأمين سيد علي العام المحترم سيد نائب الأمين العام رئيس حكومة التنظيم سيد نائب الأمين العام سيد الوزيرة سيد الوزير سيد المستقبل الجهوية جهة الهلال خليفرة السيدات والسادة البرلمانيين أعضاء فريقنا مناضلي ومناضلات أسرى ومعاصرة بهذه الجهة في الواقع اللي في قلب جميع المغاربة وفي قلب جميع القوميين على الصعيد الوطني. بداية أريد أن أشكر وننوه باللجنة التنظيمية رئاسة وأعضاء على هذا الجمع العام للمجلس للمجلس الوطني للمجلس تكوين مجلس الجهة ديال المرة ديال اسمحوا لي حاجة باقي نضغطيها لتكوين المجلس جهة بديمنا الخليفرة الجهوي بديمنا الخليفرة على هذا التنظيم المحكم وعلى هذا العدد الكبير جدا من المناضلين والمناضلات. أريد أن أقول على أن الجهة كما قال السيد الأمين العام على أن هنا سوف يكون دائما قلعة كبيرة من الأسرار والمعاصرة سوف تبقى إن شاء الله في خارجية أكبر قلعة من الأسرار والمعاصرة لأن الآن المسؤول عليها هو عادل البركات الذي اشتغل معه في مجلس المستشاري وأنا عارف بما بقوته وبقدرته على الترافع فيما يخص قضايا الجهة وأنا على يقين على أنه سوف يكون الجهة وسوف يسير ويكمل ما قام به سابقه اللي هو إبراهيم حاج إبراهيم من أعمال فيما يخص الجهة متأكدين فيما يخص الجهة. أريد كذلك أن أقول شيئا أساسيا بالنسبة للأسرار والمعاصرة في إطار هذا التحالف الحكومي. كلكم كتشوفوا على أن كل كيتقال الآن باش نقول لكم بكل صراحة على أن كيتقال حكومة كيتغلى كيتقال نعم كيتغلى كي واحد عدد الإشكاليات التي تواجه هذه الحكومة يواجهها المواطنون يوميا يوميا يواجهون هذه المشاكل ولكن كونوا على يقين على أن هذه الحكومة اللي لعبت في العصر والمعاصرة واحد أساسي وكبير جدا هي التي أخرجت بلادنا من عنق السجادة. أنا شو أكيد يقول لي كاين مشاكل؟ نعم هناك مشاكل كبيرة، مشاكل ناتجة كتعرفوها ما غاديش نقولوا، ناتجة عن نتائج الكوفيد، ناتجة كذلك عن التدبير العشوائي ديال 10 سنين، وناتجة كذلك عن الإشكاليات المرتبطة بالاقتصاد الدولي بهذا الحرب اللي كاينة في أوكرانيا، كل هادشي تجمع داخل هذه الحكومة واستطاعت أن تدبر هذه المسائل بأقل الضرر. أنا كنقول شوف تخيلوا يوما أن ماشي هذه الحكومة اللي كاينة الآن، ماشي هذه الحكومة اللي فيها واحد العدد ديال الكفاءات، فيها واحد العدد ديال النساء والرجال اللي كيخدموا يوميا في غالب المصير المغربي، إذا هناك إشكاليات ولكن هناك أعمال يومية كبيرة جدا كتقوم بها الحكومة لتخفيف ماشي التحييد باش نكونوا صراحة معكم، لتخفيف من أعباء غلاء المعيشة على المواطنين والمواطنات، وذكر فيهم السيد الوزير نائب الأمين العام ذكر بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة لهذا الموضوع على التخفيف هذا. وباقيين كنطلبوا اكثر كذلك يكون فريق برلماني من قال لكم من احسن الفرق على مستوى البرلمان المغربي راه كتشوفوا هذا الشيء كتشوفوا بالله خليفة اعطت عدد كبير من النساء كيجيوها كاين الحاج كاين النائب اللي هو الاصول انه هو رئيس الان ديال الهيئه الوطنيه للمرتقي وهذا راه منصب راه ما ينصبش اي حد راه منصب من اسعار المناصب اسلوب برلماني ديال الاسرى والمعاصرة على كاين السي ابراهيم اللي واحد العدد ديال الاعضاء كاين الشباب اللي هم واحد العدد ديال الاعضاء اللي حاضرين وكيترافعوا يوميا على القضايا المرتبطه بهذه الجهه. كذلك لابد تعرفوا على ان هذا الموضوع ديال الهجومات اللي كيطراو على وزرائنا الى شتوا وزرائنا كلهم حاملين لمشاريع كبيره جدا لان واحد كيقول اللي كيكون حامل لمشروع فيه تغييرات جذريه لمنظومه معينه راه كيكون كيخدم كيكون فيه كيكون في مواجهه الوزراء ديالهم اللي في مواجهه الامين العام ديالنا اللي هو وزير العدل حامل لمشاريع كبيره جدا فيما يخص اصلاح القضاء راه ماشي سهل باش واحد المدونه واحد القانون الجنائي اللي من الستينات ما عمرو اتصل وصول الان ماشي سهل انك تهضر فيما يخص حقوق المرأة تتكلم حقوق الاطفال ولكن واحد العدد ديال الناس اللي هما نشاز بالنسبه للمجتمع ديالنا ك
كياخذوا الآية غير ويل للمصورين التي كيبلوش كيتكلم على شي مسائل صغيرة، ولكن الموضوع بشموليته وكبره واللي هو إصلاح هذا الموضوع تاع عدالة البلاد كاع كيتكلم عليها. إذا شتي حل حل أن العام ديال الحل وزير العدل، كذلك فيما يخص الوزيرة ديال الشباب حل المشروع كبير جدا اللي هو الرقمنة، أي تطوير بلادنا كتطور بلادنا فيما يخص موضوع الرقمنة اللي ماشي سهلة، وكذلك فتح دور كبير جدا باش يمكن الانترنت توصل جميع المغاربه، راه كان واحد الموضوع كبير جدا اللي حاملها باش يمكن توصل هذا التحشي من فيه تكلم على القمره وتكلم على التطور ديال بلادنا وشبابنا. اذا ما كانش عندنا الا ما وصلناش الانترنت جميع المناطق الجبليه والسهول في بلادنا، كان فتح فيه دور كبير. وزير التعليم العالي علاش كيعجبوا عليه الناس؟ لماذا؟ لانه حامي لمشروع اعاده اعتبار الجامعه المغربيه، يعني الاجتماع لا للكونسوس في الجامعه، لا الدكتوره ولا واحد على المسائل، وبالتالي لابد ان هناك هجومات كثيره جدا على وزرائنا على شكل هذا. كذلك رئيسه المجلس الوطني وزير الاسكان والتحليل وسياده المدينه كتلعب دور، وكما كان وسائل الجماعات كتعرفون الدور الكبير جدا التي ما زالت تلعبه لاعاده الجامعات القرويه والجامعات والبلديه سواء في المتوسط الكبيره في اعاده تجهيزها وفي ترتيب امورها. وزرائنا كيلعبوا واحد الدور كبير جدا على مستوى الحكومه، وبالتالي لابد ان نتعرف لهذه الهجومات، وبالتالي خصنا حنا ولاد الشكور برنامج ديالنا حضورهم وارتفاعهم المستميت يوميا سواء داخل اللجان او داخل الصناعه العامه على هذا الموضوع اللي في الحكومه. احنا داخلين في الحكومه لابد ان ندافع على هذا المشروع اللي هو حملة الحكومه. كونوا على يقين على ان حزبكم داخل الحكومه عنده كلمته، كونوا على يقين على ان الفريق البرلماني اللي فيه 87 برلمان وبرلمانيه كلهم حاضرين، كلهم مش احد جسديا حاضرين في النقاش في التعديلات في الحضور في الترافع عن القضايا اللي كيبدو القليل ديالهم، وبالتالي يشرفون هذه المنطقه. اذا فانا كرئيس هذا الفريق افتخر بان اكون رئيسا لفريق التوحيد الشرعي. لماذا؟ لانه همه الوحيد هو الدفاع عن مبادئ الحزب، وهمه الوحيد هو الدفاع كذلك عن السكان الطبقه التي سلطت علينا وعلى مالكي نصل الى هذه المنطقه. كيلعبوا جوج ادوار في البرلمان، دعم الحكومه في مشاريعها، وكذلك عندنا دور اخر والترافع الى السيد الامين العام، وان نترافع وهذا كنقوم به ان نترافع يوميا عن القضايا المرتبطه بمعيشه السكان بقضايا السكنه التي وضعت ثقتها في هذا العدد الكبير جدا من البرلماني اصرى والمعاصره. اذا شكرا لكم، واشكر الشكر للسيد الامين الجهاد والمشتاق الدنيا على هذا العدد الكبير جدا لا نوعا ولا كيفا فيما يخص الحضور ديالهم. وبالتالي فاحنا عدم يقين تام على ان هذا الجهاز سوف تبقى دائما قامية الى الابد. شكرا لكم، اسمحوا لي ان اكون في الاختيار. شكرا.